أعلنت السعودية أنها وجهت الدعوات لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها داخل سوريا وخارج سوريا للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية يكون مقره العاصمة الرياض، وتبدأ أعماله الثلاثاء، مبينة أن ذلك يأتي انطلاقا من دعمها لحل الأزمة في البلاد سياسيا. يمان الشواف معه التفاصيل. المصادر أشارت إلى أن الشخصيات السورية التي ستحضر مؤتمر الرياض وصلت إلى 110 شخصية من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال وغيرهم، مؤكدة أن 16 قائدا عسكريا من الفصائل سوف يحضرون أيضا الاجتماع، وهم يمثلون كيانات المعارضة العسكرية في شمال سوريا وجنوبها. ووفق الدعوات التي وصلت إلى عدد من المجموعات والشخصيات السورية، فإن أبرز المشاركين الذين قد يتجاوز عددهم 100 بقليل هم إضافة إلى ممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المقبولة من نظام الأسد، ومؤتمر القاهرة الذي جمع في يونيو الماضي قرابة 150 معارضاً يعيشون داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى تيار الدولة المعارض والمجلس الوطني الكردي في الائتلاف. كذلك سينضم إلى ممثلي المعارضة السياسية نحو 16 ممثلا لفصائل عسكرية، أبرزها الجبهة الجنوبية وكذلك الشمالية والجبهة الوسطى وجيش الإسلام، إضافة إلى أحرار الشام وفيلق الشام كذلك. وتسعى الأطراف السورية المعارضة لتبني موقف مشترك لإسقاط نظام الأسد وتفكيك أجهزته الأمنية، بالإضافة إلى العمل على خروج كل القوى الأجنبية من على الأرض السورية والحفاظ على وحدة سوريا وهويتها وعدم تقسيمها تحت أي ظرف، مع رفض المحاصصة بكل أنواعها. للحديث حول مؤتمر الرياض ينضم لنا من هناك العميد طيار أسعد الزعبي، المحلل الاستراتيجي المشارك في مؤتمر الرياض. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. ما هي أبرز الأهميات التي تعتبر من هذا المؤتمر وفي هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أخي الكريم. تأتي أهمية مؤتمر الرياض اليوم في ظل اولا يعني المأساة الكبيرة التي يعيشها شعبنا في الداخل، وخصوصا بعد التحالفات العديدة التي تكالبت عليه، سواء آلاف الميليشيات الشيعية التي تم ارسالها من ايران او دعمها من ايران، ويضاف الى ذلك العدو الروسي الذي دخل مؤخرا ويكيل الضربات والقصف الجوي والصاروخي لشعبنا، يعني حيث سجل آلاف الضحايا الحقيقة، وهناك دمار كبير زاد في مأساة شعبنا. ولذلك اليوم نحن بحاجة ماسة، أحوج ما نكون إلى هكذا مؤتمر من أجل أن يجمع الكلمة السورية بكل الأطياف بكل الطوائف بكل العسكريين والمدنيين. وبالتالي نحن الآن الحقيقة بصدد يعني العمل على إنجاح هذا المؤتمر بشتى الوسائل. هناك تدابير وإجراءات اتخذت من قبل المملكة العربية السورية الشقيقة، تشير هذه التدابير والإجراءات إلى حقيقة يعني جدية المملكة في عملية البحث الجدي في سبل رفع المعاناة عن السوريين وتخفيف يعني ما يعاني منه السوريين. حقيقة هذا ما نتمنى. يعني سيد الزعبي، المملكة العربية السعودية هي جدية في حل كل ما يتعلق بالشعب السوري وإيجاد دائما حلول مناسبة لقضية السوريين، لكن ما مدى جدية المعارضة المجتمعة الآن في الرياض بالأخذ بنتائج هذا المؤتمر وتطبيقها على الأرض؟ سيدي الكريم، يعني حقيقة أقول لك يعني بوادر الجدية ظهرت من خلال وصول غالبية المدعوين للمؤتمر في هذا اليوم، مع أن المؤتمر هو سوف يعقد بعد غد من الأربعاء، لكن وصول المدعوين بهذه السرعة وهذا يعني تماما جدية الجميع، اهتمامهم بالملف يعني اهتمامهم بهذا المؤتمر، وبالتالي اندفاعهم لتحقيق ما يمكن أن يخفف أفساد شعبنا وبالتالي يرفع الظلم عنه وتحقيق ما تصبو إليه أهداف الثورة من اتحاد العسكريين والمدنيين، من توحيد الكلمة، من إيجاد رؤية عسكرية أو استراتيجية وطنية. وبالتالي يعني أنا أعتقد أن وصولهم هذا السريع يعطي تماما هذه
البوادر او هذا الاهتمام الكبير بمصر. طيب 16 فصيل عسكري يعني 16 فصيلا، عدد كبير من المشاركين في هذا المؤتمر بالاضافه الى السياسيين والمعارضه السياسيه المشاركه في المؤتمر. ما الجديد الذي سيضيفه هذا المؤتمر وما هي النتائج المأمولة؟ من المفترض ان يعني ينبثق عن هذا المؤتمر على الاقل ورقة عمل واحدة تتكون من اهداف يتفق عليها الجميع. هذه الاهداف هي تنطبق على اهداف الثورة السورية والتي وضعت منذ بداية الثورة بالتخلص الكامل من هذا النظام برموزه كاملة، ولا يمكن القبول بأي مرحلة انتقالية او وجود لبشار الاسد في اي مرحلة من المراحل، وبالتالي الاتفاق على هذا يعني على هذه الورقة يعتبر انجاز كبير وتحقيق لامال وطموحات شعبنا، ولذلك اعتقد ان جميع المدعوين يعني حتى المناقشات الجانبية التي بدأت قبل قليل بين الجميع تشير الى هذا الاتفاق او تشير الى اتفاق الجميع على هذا المطلب. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الرياض العميد الطيار أسعد الزعبي المحلل الاستراتيجي المشارك في مؤتمر الرياض.